السلام عليكم طلبتي الأعزاء، سنكون في هذا الفيديو مع حل تمارين Lesson 4 من كتاب Workbook. هذا الدرس كان Grammar قواعد، Question Tags and Echo Questions الأسئلة الذيلية وأسئلة التكرار أو أسئلة الصدى. Exercise 1 Match sentences from 1 to 6 with responses from A to F. Responses أي الردود. هذه هي الجمل من 1 إلى 6، جمل عادية. لاحظوا الردود هي can't you, was she, have they. هذه في بداية الجملة، إذن هي ليست question tags، هي echo questions. إذن سنطابق الجملة مع الرد. الجملة الأولى I am having a great time. أنا أقضي وقتا ممتعا. لدينا I am، أنا أقضي وقتا ممتعا. سؤال التكرار سيكون هل أنت تفعل؟ إذن الآن تصبح R والI تصبح U ونعكسها أيضا فتصبح R U، فالخيار D هو المناسب. Are you? I'm glad you could make it. هل أنت حقا كذلك؟ عندما قال أنا أقضي وقتا رائعا، أنا سعيد. glad سعيد أنك You could make it استطعت الحضور. إذن الجملة الأولى تتمتها دي. 2 I met a really nice tourist last week. قابلت سائحا لطيفا حقا الأسبوع الماضي. الجملة المناسبة هي Did you؟ هل حقا فعلت ذلك؟ What was his name؟ ماذا كان اسمه؟ إذا لدينا I met وهذا فعل عادي وليس modal أو auxiliary، فنستعين بالdo وmet هي ماضي meet يقابل في الماضي، إذا نضع did والضمير هو you. إذا تتم if. 3 ماجدة and ملك have arrived. ماجدة وملك وصلتا. الإجابة الصحيحة هي have they. لدينا have arrived، have والضمير الذي يشير لهما they، have they. okay I'll be there in 2 minutes. هل وصلتا حقا؟ حسنا سأكون هنا خلال دقيقتين. إذا الإجابة C. 4 جواد didn't want to play tennis. جواد لم يرغب أن يلعب التنس. لدينا E didn't he هنا didn't ونضعها didn't والضمير هو نشير له، هو لم يرغب. إذن هل لم يفعل؟ maybe he doesn't know how، ربما هو لا يعرف كيف، أي كيف يلعب التنس، فالإجابة هي E. 5 ريم was wearing some beautiful shoes. ريم كانت ترتدي حذاء جميلا. shoes حذاء ولكن لأنه فردتين نضعه في الجمع. لدينا B was she. she's always so stylish. إنها دائما أنيقة. إذن B. 6 I can't understand what he is saying. لا أستطيع أن أفهم ما يقوله. تبقى لدينا الخيار A can't you، ألا تستطيع. why don't you ask him to speak more slowly، لما لا تطلب منه أن يتحدث ببطء أكثر. إذن 6 تناسبها A. 2 choose the correct words to complete the question tags from 1 to 6. اختر الكلمات الصحيحة لإنهاء الquestion tag الأسئلة الذيلية من 1 إلى 6. عمر Oh dear I'm talking too much. أنا أتحدث كثيرا. هل نقول don't I am aren't I. I get nervous in new situations. أنا أصبح متوترا في المواقف الجديدة. لدينا I am، قلنا I am من الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الquestion tag هو aren't I وليس
am not I, am not I غير مناسبة، إذن قلنا هذه هي الحالة الاستثنائية. I am تصبح aren't I. نادر، do you? I hadn't noticed. You seem quite self-confident to me. إذن نادر بماذا أجابه؟ الإيكو كويستشن، سأله do you ولم يسأله aren't you. لماذا؟ لأن نادر إذا أكملنا الجملة سنلاحظ أنه قال I hadn't noticed، لم ألاحظ ذلك. ما الذي لم يلاحظه؟ You seem quite self-confident to me. أنت تبدو واثقا بنفسك تماما بالنسبة لي. إذا نادر يتحدث هنا عن القسم الثاني من الجملة، أنا أصبح متوترا في المواقف الجديدة. هل حقا أنت كذلك؟ من ناحية أنه يصبح متوترا وليس من ناحية أنه يتحدث كثيرا. عالية، Everybody likes chocolate. Aren't they? Am don't they? I'm planning to make a chocolate cake for the party. Aren't الفعل المساعد نستخدمه إذا كان موجودا في الجملة، ولكن لدينا فعل عادي في المضارع البسيط فنستخدم الدو ونعكس النيجاتيف أو البوزيتيف. هنا موقف تأكيدي نجعله نفيا don't، والفاعل everybody الجميع فالضمير they هم. إذا الجميع يحب الشوكولا أليس كذلك؟ أنا أخطط لصنع كعكة شوكولا للحفلة. حنان Well, I certainly do. حسنا أنا بالتأكيد أفعل. So please go ahead. لذا رجاء تفضلي أي باشري، لأنها قالت ستصنع كعكة الشوكولا. هنا لدينا فراغ وإشارة استفهام، إذا هنا علينا أن نضع echo question، لكن السؤال كان أن نختار الخيار الصحيح من الخيارين في كل جملة. السؤال الثالث هو أن نضع هنا الإيكو كويستشن. إذا الآن سنقوم بحل السؤالين معا exercise 2 and exercise 3 سويا together. فماذا سيكون هنا الإيكو كويستشن؟ سيكون ردا على هذه الجملة I'm planning to make a chocolate cake. أنا أخطط. بماذا ستسألها؟ Are you؟ هل أنت حقا؟ الآن أنا، ولكن أنت نستخدم معها are، والآي تصبح you ونعكس الترتيب are you. سؤال التكرار أو الصدى هنا وضعوا بجانبه B. إذن هنا إيه هو أيضا سؤال تكرار وقاموا بحله لنا. سنتابع. راشد You haven't met عادل. أنت لم تقابل عادل. Have you am haven't you؟ لدينا هنا have مع النفي، إذا سنضع هنا have you معاكس للنيجاتيف، هنا سيكون هنا positive فنقول have you. إذا أنت لم تقابل عادل، هل فعلت؟ He moved in next door recently. لقد انتقل. Next door أي في المنزل المجاور، انتقل إلى المنزل المجاور مؤخرا. لدينا echo question لأنه بداية الجملة. الecho question سيكون على الجزء الأخير من الجملة. He moved in. Moved ماضي بسيط، إذا سنستعين بالdo، ولكن هنا ماضي فتكون did، فنقول did he. فادية choose some more music. Will am should you. حليمة اختاري المزيد من الموسيقى. Will am should you. حليمة هل فعلت يا حليمة؟ My tablet is on the table. جهازي اللوحي على الطاولة. إذا ماذا تفعل هنا؟ هي تطلب منها بأسلوب مؤدب برجاء. هل فعلت؟ سنستخدم معها قلنا will you، هذه أيضا من الاستثناءات. حليمة علينا أن نضع echo question. Oh yeah right. حسنا Let's listen to something fun. لنستمع لشيء ممتع. قالت لها في النهاية My tablet is on the table. جهازي اللوحي على الطاولة. ستسأل الإيكو كويستشن عن هذه الجملة. Tablet is فتقول Is it؟ الضمير it يشير إلى التابلت. وقلنا الإيكو كويستشن لا يعاكس في النفي أو التأكيد، فهنا تأكيد نضعه تأكيد.
رمزي: This is a great new sports club. هذا نادي رياضة جديد. Isn't it? Isn't this? The old club wasn't fun. النادي القديم لم يكن ممتعا. الكويشن تاج يجب أن يحتوي على الفعل المساعد أو الدو ويحتوي بعده على ضمير وليس على اسم إشارة. نشير لذس بالضمير it إذا نختار isn't it. The old club wasn't fun. النادي القديم لم يكن ممتعا. ثم echo question. سؤال تكرار يكون بنفس المواصفات. هنا لدينا نفي سيكون نفيا فنقول wasn't ثم it الضمير الذي يشير لما نتحدث عنه. نتحدث عن الكلب النادي إذا نقول wasn't it. وهنا لدينا النبرة في الكلام تكون مرتفعة في الإيكو كويشن لأننا هنا نبدي المفاجأة أو الاستغراب أو الاهتمام. هو يقول له النادي القديم لم يكن ممتعا فيتفاجأ wasn't it يستغرب I liked it أنا أحببته. الجملة الأخيرة جميلة everything went wrong didn't wasn't it كل شيء سار على نحو خاطئ أليس كذلك؟ لدينا everything كل شيء went فعل ماضي بسيط فنستعين بدو أو did أو does. لدينا ماضي بسيط نضع did ثم النفي لأنه هنا لا يوجد نفي ثم الضمير الذي يشير للشيء it إذن didn't it. أمل تبدأ بـ echo question. Well, perhaps I can help. حسناً ربما أنا أستطيع أن أساعد. الـ echo question سيكون عن الجملة الأخيرة التي تسبقه. I don't know what to do. لا أعلم ماذا أفعل. نأخذ نفس الكلمات. Don't ويصبح ضمير you. ونفي هنا فيكون نفياً هنا أيضاً. Don't you. أخذ نفس الكلمات لا يكون دائما في كل الحالات ولكن هو اسمه التكرار أو الصدى كأننا في السؤال نعيد أو نكرر باستغراب ماذا قال آخر شخص ولكن طبعا له قواعد إذا نقول don't you. Exercise 3 Now add an echo question to complete gaps from A to F. الآن أضف سؤال تكرار لإكمال الفراغات من A إلى F. لقد فعلنا ذلك. 4 Complete two conversations at a family party. أكمل محادثتين في حفلة عائلية. لدينا خليل. Hi there. مرحبا. We haven't met, have we? لم نلتقي من قبل. هل فعلنا؟ حلوا لنا الجملة الأولى. السؤال الذيلي. Tag question. Have معاكسة لها بالنيجاتيف تصبح positive والضمير we. حسام. No, I don't think so. لا أعتقد ذلك. I'm حسام. أنا حسام. Kamal's cousin. ابن عم كمال. I live in Egypt now. أنا أعيش في مصر الآن. إذن هنا يعرفه على نفسه. خليل يقول له لم نلتقي من قبل فيعرفه على نفسه. خليل. لدينا echo question. I live in Egypt now. Live مضارع بسيط فنستخدم do. و أنا أعيش. هل أنت تعيش؟ Do you. Do you. Well, it's nice to meet you. حسناً. تشرفت بلقائك. I'm خليل and I'm in Kamal's sports club. أنا خليل وأنا في نادي الرياضة الخاص بكمال أو في نادي كمال للرياضة. Though I don't really know him very well. بالرغم من أنني لا أعرفه حقاً. لا أعرفه جيداً. This is a great party. هذه حفلة رائعة. و question tag. أليست كذلك؟ This is نستخدم is. ثم النفي معاكس isn't والضمير الذي يشير لthis it. إذا نقول isn't it. So, what do you think of Kamal? إذا ما رأيك بكمال؟ حسام. Actually, I find him a bit unfriendly. في الواقع أنا أجده غير ودود قليلا. But don't tell him. لكن لا تخبره. و question tag. هل ستفعل؟ هنا لدينا حالة طلب. طلب برجاء. يطلب منه بأدب أن لا يخبره. ف
فنضع هنا قاعدة الاستثناء عند الطلب بأدب، والتي هي دائما will والضمير will you. خليل: ها I won't، لن أفعل. And that's his brother، وذلك شقيقه. أليس كذلك؟ That is، نضع is والنفي isn't، وذات نستبدلها بالضمير it. إذن isn't it، أليس كذلك؟ The boy with the black hair، الولد بالشعر الأسود. إذن شقيق كمال هو الولد ذو الشعر الأسود. حسام: هو منير؟ من منير؟ No they are friends، لا إنهما أصدقاء. خليل: Oh. وهنا سيكون هذا ليس question tag، هذا echo question. الأولى تحتسب لأنه بدأ الجملة فيها، فيقول يريد أن يتأكد أنهما حقا صديقان. قلنا الإيكو كويشن للتأكد من شيء. Are they؟ كمال: change the music، غير الموسيقى. وكويشن تاج ماذا؟ ماذا يفعل هنا؟ يطلب منه بأدب. إذا قاعدة الاستثناء هنا will you، هلا فعلت. عمر: Let's put on some traditional music، لنضع بعض الموسيقى التقليدية. وquestion tag بداية الجملة ماذا؟ Let us put، اقتراح suggestion. عندما يكون لدينا let us اقتراح، us جمع، فدائما هنا أيضا استثناء، نسأل ب shall we. كمان whatever you fancy، whatever you fancy أي ما ترغب فيه أو ما تفضله. Do you know that boy who is talking to حسام؟ هل تعرف ذلك الولد الذي يتحدث لحسام؟ He's in our sports club، هو في نادينا للرياضة. Question tag لدينا he is، فنضع is ثم المعاكسة النفي isn't he. عمر: Yeah I think so، أعتقد ذلك. His name's خليل، اسمه خليل. كمان he looks like a nice boy، هو يبدو كولد لطيف. عمر: well we can go and say hello، حسنا نستطيع أن نذهب ونقول له مرحبا أو نلقي التحية. we can تصبح can't we. كمان wait a minute، انتظر لحظة. we can just walk up and say hello، لا نستطيع walk up أي نذهب باتجاهه ونقول مرحبا. Of course we can، بالتأكيد نستطيع. It's a party after all، إنها بالنهاية حفلة. It will be fine، كل شيء سيكون على ما يرام. لدينا سؤال في بداية الجملة، إذن هو echo question عن الجملة الأخيرة. It will be fine. It will، فنقول will it. Do the talking though، مع ذلك قم بالكلام أي ابدأ الكلام معه. و question tag do the talking يطلب منه بطريقة لطيفة، فنستخدم will you. المخاطب هو شخص أمامه فيقول له you أنت، إذن will you، هلا فعلت. عمر: oh come on كمال، هيا يا كمال، don't be shy، لا تكن خجولا. بهذا التمرين أعزائي ينتهي درس اليوم من الورك بوك. كنا مع تمارين الدرس الرابع من يونت 1. ألقاكم بإذن الله في الفيديو القادم مع الدرس الخامس من كتاب الطالب. السلام عليكم.